السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعونا فيها. هيئات نقابية ومنظمات نسائية تخلد في العاصمة نواكشوط ذكرى اليوم الدولي للمرأة وتدعو إلى منحها المزيد من الاهتمام. وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي تعرض لشركائها استراتيجية موريتانيا الخاصة بمحو الأمية وتدعو إلى تمويلها. افتتاح دورة برلمانية فوق العادة بموريتانيا ومشروع قانون محاربة الفساد أبرز المشاريع المقرر نقاشها خلال الدورة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أحيت عدد من النساء النقابيات في نواكشوط ذكرى اليوم الدولي للمرأة، واستعرضت أمينة النساء بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا أبرز الإنجازات التي قالت إنها تحققت لصالح المرأة في البلاد. وقد أحيت النساء ذكرى اليوم الدولي تحت شعار المرأة في طليعة العمل النقابي، وشاركت في التخليد عشرات النساء والرجال ينتمون لنقابات عمالية مختلفة. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. في ذكرى اليوم العالمي لعيد المرأة الذي تحتفل به المنظومة الدولية في 8 مارس من كل سنة، خلد اتحاد العمال الموريتانيين في نواكشوط الذكرى تحت شعار المرأة في طليعة العمل النقابي. وأكدت الأمينة العامة لاتحاد العمال الموريتانيين على المكانة التي قالت إن المرأة تحظى بها بصفة عامة والمرأة العاملة بصفة خاصة. شريعة في تنفيذ إصلاحات جوهرية لصالح المرأة بصفة عامة والمرأة العاملة بصفة خاصة، ونذكر من ذلك مصادقة الحكومة في اجتماعها الأخير على مشروع قانون إطاري بتعليق العنف ضد المرأة، المصادقة على قانون يعدل نظام المعاشات لوضع حد للظلم الممارس ضد النساء الموظفات اللاتي كانوا أزواجهن لا يستطيعون الاستفادة من معاشات بعد وفاتهن. التخليد عرف حضور ممثلين عن مختلف النقابات المهنية في موريتانيا، وقدمت خلاله مداخلات حول ولوج المرأة الموريتانية لمراكز صنع القرار وحضورها بمختلف المناصب الإدارية والدبلوماسية في البلد. 8 مارس هو اللي تميز أنه أول مرة في تاريخ بلدنا يعود فيه اتحاد نقابي تعود أمينة عام ومرأة، هذه أول مرة في تاريخ بلدنا. نختاركم تعودوا عارفين أن هذا لا خطوات نزاد بهم ذا الفاتخ الكامل في ذا العهد بفضل الإرادة الفخامة رئيس الجمهورية الأخ محمد بن عبد العزيز. كيف تعرفوا المرأة العاملة استفادت من الذي ينقال له حق المعاش في 2011، وكيف تعرفوا 2015 كانت سنة تميزت بالذي ينقال المساواة في حق في سن التقاعد بين المرأة والرجل. ويعتبر الاحتفال المخلد لليوم الدولي لعيد المرأة من المناسبات التي تكثر فيها الشعارات المطالبة بتعزيز مكانة المرأة في المجتمع الموريتاني والقضايا على مختلف الممارسات التي تتعرض لها والتحديات التي تواجهها على كافة الأصعدة كما تقول بعض النساء. خرجت منظمة نساء الإصلاح التابعة لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل في مسيرة بنواكشوط تزامنا مع ذكرى اليوم الدولي للمرأة، انطلقت من ملتقى طرق BMD باتجاه وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة. ودعت المنظمة النسائية لحزب تواصل إلى الاهتمام بالمرأة ورفع التحديات التي تواجهها على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية. نتابع. تحت شعار المرأة الموريتانية بين فقد الأمن ورفع الأسعار، قادت منظمة نساء الإصلاح التابعة لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل مسيرة بمناسبة 8 مارس، انطلقت من ملتقى طرق BMD باتجاه وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بنواكشوط.
المسيرة تأتي ضمن سلسلة نشاطات تقول المنظمة إنها تقوم بها بمناسبة اليوم الدولي للمرأة بمشاركة برلمانيات وقياديات بالحزب، وذلك للتأكيد على ضرورة حفظ كرامة المرأة عبر توفير سبل العيش الكريم لنصف المجتمع ومربيات الأجيال. المرأة البرلمانية اليوم برهنت على وقوفها مع المرأة ودفاعها عن المرأة، وقوف ضد الممارسات الكاملة اللي ضد المرأة، وجاءت اليوم ياك تعبر عن ذا، وكان حضورها حضور حاشد ولله الحمد. نختار ونقول في ورك ان ضد الممارسات كاملة اللي ضد المرأة، لا لظلم المرأة ولا لحرمان المرأة ولا لتهميش المرأة، ونطالب الجهات المعنية انها تحقق المرأة جميع حقوقها. شعارات عديدة تضمنتها المسيرة من قبيل أمنونا من الخوف والجوع والاغتصاب، ونساء الإصلاح ضد التهميش ضد الإقصاء، وشعارات أخرى عديدة تطالب بضرورة توفير فرص العمل كانت حاضرة وبقوة، حيث اعتبرت المشاركات في المسيرة أن نسبة البطالة في صفوف النساء مرتفعة بالمقارنة مع البطالة في صفوف الرجال، وأن النساء أضحين أكثر من يتعرض للخطر جراء ضعف الأمن المنتشر في البلد وفق المحتجات. تأتي هذه المسيرة ضمن عدة أنشطة تقوم بها نساء التواصل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. النساء اليوم حضرنا وبكثرة لقول لا للتهميش والإقصاء، ونعم لتوفير الأمن وخفض الأسعار، سواء المواد الغذائية وسواء سعر المحروقات التي هي السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار. منظمة نساء الإصلاح، ومن خلال الخطاب الذي ألقته رئيستها النائب توتو بنت الطالب النافع، عبرت عن التضامن مع النساء الفلسطينيات والسوريات والمصريات وكل نساء العالم اللائي يتعرضن للظلم. ومعنا في الاستديو مريم من تعلي بيبة، رئيسة مصلحة الترقية الاقتصادية للأسرة بوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة. أهلا بك. يعني اليوم يحتفي كل العالم بالمرأة، ولذلك طبعا دلالته، ما الذي تحتفل به المرأة الموريتانية اليوم؟ شكرا. تحتفل المرأة الموريتانية اليوم على غرار أخواتها في العالم وعلى غرار أخواتها في العالم وفي داخل موريتانيا بالعيد المرأة الدولي، بالمكتسبات اللي قدت تحصل عليهم للمستوى الدولي، واللي منحتها القيادة الوطنية على المستوى الوطني، تحت ظل الإرادة الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز، وذلك يتجلى في النسبة الكبيرة اللي أصبحت المرأة تنعم بها على جميع الأصعدة وعلى جميع مستويات المؤسسات الموجودة في الدولة، واللي ما كانت تحلم بها أبدا قبل فترة قريبة. إذن نجبر هون عن ثلث أعضاء الحكومة الموريتانية من النساء، ونجبر عن 7 أمينات عامات الحمد لله نساء، وعندنا نسبة 21% من أعضاء الجمعية الوطنية نساء، وعندنا نسبة 37 من المجالس البلدية نساء، وعندنا أيضا نسبة 14% من الشيوخ من النساء. كما تم العفو منذ فترة قريبة مناسبة قاع باطل هذا العيد اللي هو عن عدة نساء كانوا في السجون وراء قضبان مناسبة هذا العيد الوطني والدولي. طيب، ما هي وضعية المرأة الموريتانية اليوم مقارنة بسالف وضعها في موريتانيا؟ لقد شهدت المرأة الموريتانية نهضة ووثبة للمستوى الوطني كبيرة. من الملاحظ، لاحظ المراقبون أن هناك كثرة وفرة في عدد النساء العاملات والنساء المتعلمات ما كانت موجودة في السابق، أصبحوا التحقوا بالجامعات والتحقوا بالكليات والتحقوا بالثانويات، وكانت واحدة منهم اللي منين تقرأ وتلحق سنة سادسة ولا ثالثة ولا رابعة يأخذوها لها من المدارس وتلتحق بإما تتزوج إما تبقى قاعدة في الدار ولا تقرأ ولا تواصل دراستها، وبالتالي عادت تتواصل الدراسة من أجل الحصول على العمل، وبالتالي
عادت موجودة في جميع الميادين وعلى جميع الأصعدة سواء كانت الإدارية والعسكرية. طيب ما يسمونه بالإشراك السياسي والتمييز الإيجابي يعتبر من أبرز مطالب المرأة الموريتانية اليوم، أين وصلت بشأن هذا التمييز؟ التمييز الإيجابي كما قلت لك أركي فيني كنت استبقت شوي الأحداث وقلت لك جاوبتك أعصابك تطرح السؤال. التمييز الإيجابي اللي وفرت لنا كيف ما قلت تحت ظل سياسة رئيس الجمهورية كان في صالح المرأة، لأن المرأة عنصر فعال وعنصر مهم في المجتمع ولا بد له أن تهيئ له الأرضية وتهيئ له. يعني هو وصل الآن إلى، تعتقد أنه وصل إلى المطلوب أم ما زال؟ لا أبدا لم يصل. على كل حال بالنسبة لما كان فيه نعتبر عنه أنه الحق مرحلة كبيرة يقال ما زال مشوار قدامه. طيب كبير. لطالما كانت أدوار المرأة المسلمة عموما والموريتانية خصوصا فاعلة وحاسمة في التربية ومساعدة الرجال منذ قرون، هل يمكن القول أن المرأة ضاقت درعا بما كانت عليه واليوم تود مهام جديدة أم أنها تود تعزيز دورها الذي كان؟ ثنتين في بلد، تود تعزيز دورها اللي كان موجود واستبدال أيضا دور وتفرض عليه الحياة العصرية من عولمة ومن سرعة وتيرة حياة ومن كثرة أعباء الحياة سواء كان على مستوى الاقتصادي أو مستوى الثقافي أو جميع الأصعدة، أنها تستعان أنها تعدل لها ظروف كيف ما قلت تساعدها على أنها تعمل في البيت، لأن هي عندها عبئين، عندها عبء البيت وعندها عبء العمل خارج البيت، بينما الرجل عنده لا العمل خارج البيت فقط. هي عندها عبئين وعندها تربية الأطفال لأنها هي المدرسة الأولى وهي مربية الأطفال، هي صانعة أجيال الغد، وبالتالي وفي هذا المضمار وعت وعى قطاعنا تحت إشراف معالي الوزيرة هذه الأهمية، ولذا خلدت هذه السنة خلد القطاع برئاسة طبعا معالي الوزيرة هذا العيد مع النساء في الريف. إذن بالمحصلة أنتم النساء تريدون تعزيز دوركم الذي كان وتريدون أيضا دورا جديدا معهم. طبعا نحن الدور اللي كان عندنا لا هو ما زال عندنا كأمهات كمربيات كصانعات أجيال، وما زلنا على ذاك الدور. يقال التحقنا أيضا بركب الحضارة. طيب. اللي يمليه زاد هو متطلبات جديدة. طيب المساواة، نأتي الآن للمساواة، تعتبر من بين العديد من المطالب التي ترفعها المرأة، ما طبيعة هذه المساواة؟ المساواة في الحقوق، مساواة لا في الحقوق وفي الواجبات. كيف يعني؟ وكل حد عنده حق يترتب عليه واجب تجاه الدولة وتجاه المجتمع وتجاه دولته وبنائها. ذيك الحقوق ذيك الواجبات اللي ندور احنا فيها نعود السيان احنا فيها والرجل فيما يخص النوع، ما فيما يخص الجنس نعرف عنه احنا الرجل ما نتقدم. يعني الفرق الوحيد هو في الجنس، في الفرق في بين النوع بين الجنس، غير هذا ترون ان يجب ان تكون هناك مساواة؟ طبعا لما لا، لا انا اسال، انا اسالك، انا هنا اسال. نحن نريد المساواة مع الرجل في ناحية النوع، من ناحية الجنس، من ناحية البيولوجي عرف عنا ما نسيان، لكن من ناحية النوع نحن نختار إحنا والراجل نعود واحد لما لا، إحنا طيب. الأرواق إيش كاملي، هو قد يعدل دوري أنا وأنا قد يعدل دوره هو، وبالتالي لا مانع من المساواة في الحقوق وفي الواجبات وفي العمل منزلي طيب. وخارج المنزل. على أي حال مريم من تعدي بيبة رئيسة مصلحة التركية الاقتصادية الأسرة بوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، شكرا جزيلا. خصني شوي ننوه هون بالدور اللي قامت به وزيرتي، وزيرة الشؤون الاقتصادية والطفولة والأسرة، أنها قامت بتخليد هذه السنة عيد 8 مارس تخليد نوعي وفريد من نوعه. طيب شكرا لك، هذا الريف. أيوة قضى وقتك، شكرا جزيلا لك. أيوة خلدت المرأة النقابية الموريتانية ذكرى اليوم الدولي للمرأة تحت شعار لا للحروب، لا لتأنيث الفقر، لا للعنف ضد المرأة، ودعت النقابيات المشاركة في التخليد إلى الاهتمام بالمرأة الموريتانية وتذليل التحديات التي تواجهها. المرأة النقابية المنطوية تحت المنظمة الدولية للشغل للنساء الدوليات، اليوم المرأة الموريتانية تخلد معها هذا اليوم بفرح، يوم ما هو مجبور هدية، هذا اليوم اللي لو قرنوا شيء
ضحوا فيه نساء وزقلوا أرواحهم ودماءهم من أجل حقوقهم، هم اللي كانوا يشتغلوا في النسيج، وكانوا يجبروا أقل من الإخلاص اللي يجبروا الرجال، ويجبروا ياسر من قلة احترامهم، وبذاك احتجوا وقتلوا وانقمعوا وشردوا وتبوا لا يناظروا إلى حقوا هذه الرواية. واليوم من أجل الجميع نحن نخلدوا راجين إن شاء الله ديمقراطية حقيقية، راجين عدالة اجتماعية حقيقية. نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي يوما وطنيا في نواكشوط لعرض استراتيجيتها الجديدة الخاصة بمحو الأمية للشركاء والمانحين. وقال الوزير الأول يحيى والحدمين إن تنفيذ الاستراتيجية الجديدة يعتبر أمرا ملحا لا يتطلب التأجيل، مؤكدا على اتساع الهوة فيما يتعلق بمفهوم الأمية بين العالم المتقدم وبلدان العالم الثالث. المزيد من التفاصيل نتابعه في سياق التقرير التالي. وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي تعرض بنواكشوط استراتيجيتها الجديدة الخاصة بمحو الأمية، وذلك لإطلاع الشركاء والمانحين عليها. استراتيجية تقول الحكومة الموريتانية على لسان الوزير الأول يحيى الحدمين إن تنفيذها بات ملحا، مؤكدا على اتساع الهوة بين بلدان العالم المتقدم ودول العالم الثالث في العديد من المجالات من بينها مفهوم الأمية. إن الفجوة بيننا وبين الدول المتقدمة ماضية في الاتساع بوتيرة متسارعة، وخاصة في مجال العلم وأساليب التعليم. ومن أمثلة ذلك أن مفهوم محو الأمية التقليدي أصبح اليوم يتجاوز اكتساب المهارات الأساسية ليأخذ بالحسبان، فضلا عن ذلك البعد الرقمي الذي تقوم عليه مجتمعات المعرفة الحديثة. وتقول وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي إنها تسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى تنسيق الجهود وتعزيز التعاون وكذا الإسهام في التمويل. العلم هو مفتاح التقدم، وبأن الأمية تظل من أكبر عوائق التنمية ومن أهم أسباب العنف والتطرف، فقد أعدت بلادنا خلال السنة المنصرمة استراتيجية وطنية لمحاربة الأمية، كانت ثمرة لمسلسل تشاركي بين جميع الجهات الفاعلة والأطراف المعنية. ونسعى من خلال عرضها اليوم إلى تحقيق جملة من الأهداف، من أبرزها تنسيق الجهود سبيلا إلى مناصرة قوية للقضايا المتعلقة بمحو الأمية. وتشكل الأمية تحديا في موريتانيا، حيث صنفها تقرير صادر قبل أشهر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في المرتبة الثانية عربيا من حيث انتشار الأمية بنسبة تصل 42%. وتنتشر الأمية أساسا في المناطق القروية، حيث تقترن بفقر يصفه البعض بالمدقع، وهو ما تقول السلطات الموريتانية إنها تسعى إلى تجاوزه. دعا الشيخ محفوظ الوالد المفتي السابق بتنظيم القاعدة إلى فتح حوار مع السجناء السلفيين في موريتانيا، معتبرا أنه السبيل الوحيد لإقناعهم في الرجوع عن أفكار الغلو. مشكلة التيار السلفي الجهادي هي مشكلة حقيقة شائكة، وأنا أعتقد أنه أهم خطوة في حلها هو فتح باب الحوار مع هذا الشباب. هذه الظاهرة بالنسبة لنا ليست جديدة، هي موجودة في التاريخ الإسلامي المبكر. يعني الخوارج، وإن كان بعض الإخوة الموجودين الآن يعني لا يمكن وصفهم بأنهم بالخوارج، ولكن قال عندهم غلو وعندهم غلو. يعني الخوارج فئة من المسلمين خرجت على خليفة راشد وكفروه وقاتلوا، ومع ذلك لم يحل هذا دون أن يبعث إليهم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وحاورهم وناقشهم ورد على أسئلتهم واستشكالاتهم، فكانت النتيجة أنه رجع منهم عدة آلاف إلى الصواب، وحاورهم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وناقشهم. يعني الحوار هو الوسيلة الأهم في إقناع هؤلاء.
ناحية أخرى، قال أولي الوالد الذي كان ضيف حلقة هذا المساء من برنامج المشهد عبر قناة المرابطون إن الوثيقة الأخيرة التي نشرت بشأن بناء تفاهم بين تنظيم القاعدة والحكومة الموريتانية تتضمن بعض الجوانب الصحيحة، مضيفا أن القاعدة كانت قد تقدمت ببعض الشروط من بينها إطلاق سراح معتقل القاعدة في السجون الموريتانية وفتح أبواب المحاضر أمام طلاب القادمين من العالم العربي والإسلامي واقتراح تقديم السلطات تعويض مالي للتنظيم، لكنه لا يدري ما إذا كانت السلطات الموريتانية قد قبلت بذلك أو رفضت. الوثيقة التي اطلعت عليها فيها جانب صحيح اللي هو جانب استعداد تنظيم القاعدة لقبول اتفاق وتفاهم بينه وبين الحكومة الموريتانية. من مقتضى هذا الاتفاق كما في وثائق أخرى غير هذه الوثيقة، وثائق أيضا أخرى يعني اطلعت على بعضها، إطلاق سراح معتقلي القاعدة في السجون الموريتانية، منها سماح السلطات الموريتانية بفتح أبواب المحاضر أمام الطلاب القادمين من العالم العربي والإسلامي، منها اقتراح من بعض من اقترحوا الاتفاق، وليس هذا محل إجماع داخل القاعدة على ما اطلعت عليه من الوثائق، كان مجرد اقتراح أنه السلطات الموريتانية تعطي تعويض مالي للتنظيم. من حيث استعداد التنظيم للتفاهم الوثيقة صحيحة في هذا الجانب، لكن هل قبلت الحكومة الموريتانية بهذا العرض أو هل وصلها أصلا ولم يصلها؟ ليس فيما اطلعت عليه ما يثبت هذا ولا ما ينفيه أيضا. يعني افتتح البرلمان الموريتاني بغرفتيه الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ دورة فوق العادة، كان قد دعا مرسوم رئاسي صادر قبل أيام إلى افتتاحها، وينتظر أن تناقش الدورة البرلمانية التي تستمر شهرا واحدا عددا من مشاريع القوانين من بينها مشروع قانون حول محاربة الإرهاب كان مجلس الوزراء قد صادق عليه في اجتماعه المنعقد يوم الخميس الماضي، كما ينتظر أن تناقش بعض مشاريع القوانين أخرى. إلى الشأن الفلسطيني، حيث استشهد فلسطينيان وقتل ضابط صهيوني وأصيب 8 آخرون في 3 عمليات فدائية جرت بشكل متتابع في غضون ساعتين مساء الثلاثاء بالقدس وتل أبيب ويافا. نتابع التفاصيل ضمن التقرير التالي. استشهد فلسطينيان وقتل ضابط صهيوني وأصيب 8 آخرون في 3 عمليات فدائية جرت بشكل متتابع في غضون ساعتين مساء الثلاثاء بالقدس وتل أبيب ويافا. فقد قتل صهيوني مساء الثلاثاء في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني في ميناء يافا شمال فلسطين المحتلة، وأفادت مصادر إعلامية صهيونية بأن 2 من المصابين في حالة خطرة جدا و2 بحالة متوسطة فيما وصفت جراح الخامس بالطفيفة. وأوضح فيديو تناقلته وسائل إعلام صهيونية عملية إطلاق النار على أحد منفذي العملية الذين يعتقد أنهم 2 حيث انسحب المنفذ الثاني. وفي تل أبيب استشهد شاب فلسطيني مساء الثلاثاء في عملية طعن نفذها في مستوطنة بتاح تكفى وأسفرت عن إصابة صهيوني. وقالت صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية إن صهيونيا واحدا على الأقل يصيب في عملية طعن نفذها فلسطيني في مستوطنة بتاح تكفى قرب تل أبيب وسط الكيان الصهيوني. وأوضحت صحيفة أن فلسطينياً سدد طعنات إلى أحد الصهاينة وأصابه بجراح متوسطة في رقبته، إلا أن المنفذ استشهد على الفور بعد أن أطلقت الشرطة الصهيونية النار عليه. وفي القدس المحتلة أصيب جنديان فلسطينيان برصاص مقاوم فلسطيني في شارع صلاح الدين، وقالت الشرطة الصهيونية في بيان لها إن جنديين أصيبا بجراح خطيرة برصاص أطلقه مسلح فلسطيني في شارع صلاح الدين بالقدس، وأطلقت قوات الاحتلال النار على المهاجم فاستشهد بعد إصابته بجراح خطيرة. وفي وقت سابق أعدمت قوات الاحتلال الصهيوني امرأة مقدسية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالقرب من باب الجديد أحد أبواب المسجد الأقصى في القدس، وبالشهداء ترتفع الحصيلة إلى 194 شهيدا بينهم 44 طفلا وطفلة و9 نساء، فيما يرتفع عدد القتلى الصهاينة إلى 34 قتيلا وأكثر من 54 جريحا سقطوا في عشرات العمليات. ونبقى في الشأن الفلسطيني، حيث احتشد آلاف المعلمين أمام مجلس الوزراء في مدينة رام الله في إطار الضغوط التي يخوضها حراك المعلمين الفلسطينيين للضغط على الحكومة لتحسين وضعيتهم المتردية في الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر. نتابع.
إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. هيئات نقابية ومنظمات نسائية تخلد في العاصمة نواكشوط ذكرى اليوم الدولي للمرأة وتدعو إلى منحها المزيد من الاهتمام. وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي تعرض لشركائها استراتيجية موريتانيا الخاصة بمحو الأمية وتدعو إلى تمويلها. افتتاح دورة برلمانية فوق العادة بموريتانيا ومشروع قانون محاربة الفساد أبرز المشاريع المقرر نقاشها خلال الدورة. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. شكرا لحسن المتابعة، دمتم في أمان الله.